السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى البنات تكون اموركم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم في هذا الفيديو هذا الباك هذا اللي وصلني من صديقه ديالي، صديقه اللي عزيزه على قلبي، انسانه طيبه اللي تعرفت عليها في يوتيوب، يعني جمعني انا وياها يوتيوب صافي، والعلاقه ديالنا يعني تطورت والحمد لله. انسانه رائعه بمعنى الكلمه، يعني صديقه بمعنى الكلمه. كتسمعني دائما كنهضر على اكسيون، على المنتجات ديالو، على الحويجات ديال اكسيون، شي حويجات من اكسيون صافي. وقالت لي سلوى انا خديت لك شي حويجات من اكسيون غنصيفطهم لك، واليوم بالضبط وصل هذا الباك هذا صافي. وانا قبل ما نفتحه قلت غادي نشارك معكم هذا الباك هذا، شنو صيفطت لي، شنو جاني فيه، شنو كاين في هذه الهديه هذه. المهم نبداو ان شاء الله الفيديو على بركه الله، غنفتحوا الباك ان شاء الله ونشوفوا شنو فيه، نكتشفوا مع بعض شنو هاد الهدايا اللي جاتنا. يعني احنا عارفين يعني ديجا هدايا جات من اكسيون، ولكن شنو تما ما عرفناش. مهم غنفتح معكم هكذا مباشره الباك ونشوفوا مع بعض شنو اللي جا فيه. مهم البنات الا بغيتوا تعرفوا على فاتي فهي حتى هي عندها قناه في يوتيوب، ان شاء الله غنخلي لكم هذا الرابط القناه ديالها في صندوق الوصف الا بغيتوا تعرفوا على القناه ديالها. عندها قناه اللي غزاله كتحمقني انا بعدا، فيها من تنظيم من كل شيء، من تنظيم من وصفات من كل شيء، قناه رائعه. بسم الله على بركة الله نبداو نشوفو هنا. أول حاجة تكون هي هذه، بسم الله نحاول نبعد هذا باش نشوفو. أول حاجة إن شاء الله نشوفو شنو هي. بسم الله سمحوا لي على الصوت البنات. اوه بسم الله اللي هذه هي دورة. شوفوا شحال غزاله البنات وشحال محمقيني انا هادو البنات، شحال وانا محمقيني غزاله بصراحه كتحمق. نفتحوها مع بعض. ما شفتو هاد الهيدورات هادو اللي كيجيو كيحمقو شوف مع بعض. او جوج هنايا ماشي غير وحده. نشوفو هادي كتجي على هاد الشكل البنات كيف ما كتشوفو. نخليوه هنا هاد الهيدورة، وهادي صغيره حتى هي كتجي فن البنات. عرفتوها هادو اللي كيجيو كتنزلو هكذا تنزل عليهم الديكورات، شحال غزاله فنه. شفتو هادي اول حاجه. ثاني حاجه هادي بسم الله. هاد السواني هادو اللي كيحمقو ديال اكسيون نيت، شفتو فنة كتحمق. شفتو شكرا بزاف فاتين، شكرا بزاف. نزلوها حولي. او حاجه اخرى شنو هي بلاتي. هذه سوينيه اخرى، هادو عاود لي كيجيو كيحمقو يا البنات د اكسيون، هادو كيجيو فنين شحال وانا محمقيني هادو د اكسيون. الله يلا
فنين فنين، شفتو فنين فنين كيحمقوا. شكرا بزاف 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 فاتين، شكرا بزاف بزاف بزاف. نزلو هنا شنو اخر. الوات هادشي مزيان باش ملي يتهرس ما والو. كما عارفين حاجه هكذا ملي كتجي من بلاصه هكذا بعيده تقدر تهرس، خصوصا هادشي دزاج داكسيون. لواتو مزيان الحمد لله، حتى شي حاجه ما شي حاجه ما تهرسات. انا كنت عارفاني محمقه على السوينيات والله، هاد البنات ما كنتش عارفه زعما شنو مصيفط لي الحق. قالت لي حويجات داكسيون صافي، يعني عرفت بان شي حاجه من اكسيون، ولكن شنو ما عرفت. ولكن هي كانت عارفه بانني كيحمقوني السوينيات هكذا داكسيون، عاجبيني بزاف. شكرا بزاف بزاف، شفتو غزالة تحمق. مازال شي حاجه هنا اخرى. هذه شي حاجه اخرى، هذه حتى هي واقيلا سوينيه بحق، شكل اخر. هذه بلاتي بسم الله. او هذا اللي كيجيو فنين البنات، وشحال كانوا محمقيني هادو يا البنات. شوفوا هادو اللي كيجيو هكذا كيتنزلوا هكذا وتنزل فوق منهم الديكور ولا شي حاجه، كيجيو عند الرجيلات هكذا كفاف هذا. بصراحه والله الا اكسيون صراحه الله، في حويجات اللي هكذا اكسيون بصراحه، في حويجات فنين فنين فنين. سعداتكم بي، حنا ما عندناش هنايا في اسبانيا، يعني ما عندناش اكسيون، ولكن البلدان اللي فيهم اكسيون هما مبرعين مبرعين بزاف. والله الا حويجات مزيونين فيه. هادشي نصايبوها مع بعض. السوينيه كتجي هكذا فهاد اللوين هذا، كيحمق فيها هادي. هادي عندها بزاف استعمالات، هادي غادي نعمل فيها بزاف الحويجات. هادي وهنا عندها الرجيلات ديالها، هادو كيجيو هكذا. سمحوا لي كتجي هكذا، هادي كتجي فنه، كتوقف هكذا تنزل فيها هاد. كتجي على هاد الشكل هذا البنات، كتجي كتحمق، يعني عندها بزاف الاستعمالات. نقدر نستعمل فيها شحال من حاجه هكذا، ندير فيها بارفان، ندير فشي قنته هكذا ونعمل فيها ديكورات. يعني كنظن عندها بزاف بزاف استعمالات. كيف ما عارفين هاد السواني هادو داكسيون مشهورين، يعني معروفين، يعني عندهم بزاف استعمالات. كيما يمكن لك تقدم فيهم شحال من حاجه، يمكن لك دير فيهم ديكورات، يعني ماكياج، اي حاجه اي حاجه. المهم انا دابا مازال ما عرفتش شنو غنعمل فيهم، ان شاء الله نقدر نشاركهم معاكم هكذا ملي نفرشهم ملي نقادهم وهذا ان شاء الله يا ربي لكتب الله سبحانه وتعالى. ومهم من هذا المنبر هذا كنقول لك فاتين، شكرا بزاف 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 على هذا اللطف ديالك، وشكرا بزاف على هاد الكادويات هادو كيحمقوا، وديك شي نيت اللي كنت باغيه واللي كان خاصني صراحه الله سبحانه وتعالى. يعني حويجات كيحمقوا، هاد السواني هذا انا كانوا محمقيني، كانوا عاجبيني صراحه الله. يعني هنا ما كتلقاش نفس هاد الشيء داكسيون، نفس هادو كتلقى الثمن ديالهم طالع بزاف. بحال مثلا هادي هاد الطويله هذه، كنت شفتها في واحد المكازا هنا عندنا ديال تينوس، بالحق ماشي بحال هكذا، يعني تقريبا بحالها، ولكن الثمن ديالها غالي بزاف، يعني بهضني بالمقارنه مع المنتجات في اكسيون تقريبا نفس هذا، والثمن ديالهم رخيص. وكيف ما قلت لكم تقدروا ما نلقاهمش هنايا، يعني وهاد المدورين هادو خلاص هادو ما كاينينش، مره ما عمرني شفتهم هنايا. وحتى هادو حتى هما ما عمرني، يعني ما بانوليش هنايا. كاينين شكيلات اخرين هذا، ولكن ماشي بحال هذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا كيجي غزال وانيق، يعني تقدر تعمل فيه اي حاجه كيف ما كتعرفوا. المهم
هادشي اللي كاين البنات، هذه هي الهديه اللي وصلتني من الصديقه ديالي. صافي، وحتى انا وصلني حقي من اكسيون. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو اليوم. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناة إذا كنتوا جداد، بالضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك، باش تبقوا دائما توصلوا بجديد في القناة. وكنضرب لكم موعد قريب إن شاء الله فيديو آخر. كنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.